وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. أحوال الطقس ودرجات الحرارة من جديد تستعرضها لنا سارة إليك. شكرا لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة 37-27، الإسكندرية 33-25، مطروح 32-25، بورسعيد 36-25، والإسماعيلية 40-25. ونذهب إلى السويس. السويس 39-26، العريش 36-26، طابة 36-26، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 39-30. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر 43-26، أسوان 43-29، الوادي الجديد 42-26، شلاتين 41-30، وأخيرا حلايب 36-29. والآن نستعرض معكم مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.